مدينة كل الأعراق، مكة أو بكة أو أم القرى. من فضل مكة فقد عرفت بأكثر من 50 اسما وكنية، كثرة الأسامي والمسمى سامي. وادي غير ذي زرع انبثقت منه ماء زمزم، فغير التاريخ وجغرافية المنطقة. تقع مكة المكرمة في وادي تخوم، وهو أحد أودية جبال السراء، وتحفها الجبال الجرداء من كل مكان. ولمكة المكرمة ثلاث مداخل رئيسية، هي المعلاة وتعرف باسم الحجون، والمسفلة وشبيكة. يرجع بناء مكة المكرمة إلى سيدنا إبراهيم عليه السلام وابنه إسماعيل. ولتصبح مكة المكرمة بلد البيت العتيق وملتقى الناس أمنا وأمانا وسلاما واطمئنانا، كما أصبحت أيضا مدينة المسلمين المقدسة والقطب الذي تدور حوله مقوماته اللغوية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. ففيها تلتقي الشعوب المسلمة في موسم الحج وغيره من المواسم، ومنها انطلقت رحلات التجارية الشهيرة، رحلة الشتاء والصيف. وكانت مكة أكبر أسواق العرب، ومنها عكاظ ومجنة وذي المجاز. تبلغ المساحة المعمارية في مكة المكرمة 6500 هكتار، وتنقسم إلى قسمين: الحرم المكي والمباني القديمة واللي يغلب عليها الطراز التقليدي، والقسم الثاني العمار الحديثة وهي تكون في أطراف مكة. أبرز معالم المشاعر المقدسة غار حراء والثور وقلعة أجياد وقلعة جبل هندي. سكن مكة قبائل عدة، ومنها قبيلة جرهم، ثم قبيلة خزاعة، ثم قبيلة قريش، ولكن في وقتنا الحاضر سكنها المسلمون من كل أعراق العالم. هذه بلدنا، ومن هنا نبدأ رحلتنا، نبحث وراء القصص ونحلل الأحداث، نقابل المؤرخين والمثقفين ونرجع معاهم بالزمن حتى نصل إلى جوهر القصة، ونضع لكم الصورة كاملة عن ثقافتنا. التنوع الحضاري والثقافي والعرقي ميزة لا تقدر بثمن. تحاول كثير من المجتمعات خلق هذا المزيج بطرق مختلفة، إلا أنها تشكل في مكة بحكم المكان الخاصة والمميزة لهذه المدينة وفضلها الخاص، بما جعلها مهوى لقلوب الناس فاستوطنوا فيها من مختلف الأعراق والثقافات لينسجوا خامة المجتمع الحجازي الفريد. فالتنوع يزيد من خيارات الأفراد في الحياة ويمنحهم فرصة أكبر في التعلم والازدهار، كما ينعكس هذا التنوع والثراء في ثقافة البلد بشكل عام وفي شكلها الحضاري. يزيد التنوع الإبداع في المجالات المختلفة، يمنح الفرصة للمبدعين للظهور في ممارسة إبداعاتهم، كما أنه يساعد على التسامح والتعايش بين الأفراد أنفسهم وبين الشعوب والحضارات، ويساعد في تحقيق أعلى درجات التعارف والتآخي تحت ظل المواطنة الواحدة. وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا. النسيج المجتمعي المكي نموذج جميل في التنوع والتعايش، لكن ماذا ولد تناغم الحضارات في مكة؟ خليكم معنا، تعالوا نشوف أهل مكة. مثل ما يقولون أهل مكة دائماً، أهل مكة أدرى بشعابها. رقصات الشعبية في مكة اللي هي المزمار، اسمها دي العرضة، المزمار، البعاوي. المزمار هو مشهور بمكة، المزمار. ما أعرف إلا الرقصات الحجازية أكثر شيء. المزمار، الخبيتي. المزمار والخبيتي، المزمار.
أندر. أندر، كيف حالك يا وادي؟ شو أخبارك؟ كثير أوايك، يعني أشوف ما يحضرني منها شيء. كثيرة إيش بك يا واد؟ دائما يقولوها مثلاً إيش بك. أما عندنا يعني أحسن أكل لو اللي هي يوم العيد صباح العيد، الدبيازة، البليلة، الهريسة، المعصوب، المطبق، مطازيز، شو اسمها ذيك، فطحات، المعصوب والهريسة والفول، الفول والمطبق والأريكة، الفول المطبق والمعصوب وسمبوساتنا وحاجات كثيرة. السيرة، تقاطيع شربة، تقاطيع الهريسة، هذا تقاطيع فول تميس. تميس أفغاني من الدقيق، والله اعتقد انه جاء من افغانستان او شيء زي كذا. يمكن يكون شيء افغاني اصلا. والله احنا خلدنا لقينا قدامنا يمكن اصلا افغاني او شيء، ما او تجاز. اعتقد يمكن انه من اكل من الهند او حاجه زي كذا. ممكن من افغانستان. سمبوسه، سمبوسه، انا اقول سمبوسه. سمبوسه، 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 سمبوسه. الحلوه الطحينيه، شو اسمها ذيك المكورة اللبنية، حلوة دبنارة عادة، بسبوسة والبقلاوة، اللدو واللبنية هذه أساسية، القيمات، اللدو واللبنية المعمول، حلوة طحينية، حلوة دبنار، التربة، سمعتها طالعة برا يعني، سرعة انتشار خبر أتوقع شيء زي كذا. ما أعرف. لا لا فضيحة. يعني تكون البنت في البيت وصوتها في السوق زي كذا. يعني صوتها عالي يعني. هذه صعبة شوي، غيرها. المجتمع المكي بطبيعته متنوع الحضارات والأجناس أيضا، مما خلف تنوع في الثقافات والعادات اللي أثرت بشكل مباشر في ملامح النسيج الاجتماعي في مكة. وأفضل من يحدثنا عن هذا الموضوع العمدة عبد العزيز الغامدي من أعيان حي شعب عامر وصاحب مركز شعب عامر، وراح يحدثنا أكثر عن طابع الحياة الاجتماعية المكية. أخوي عبد العزيز يعطيك العافية، أحد أعيان أهالي شعب عامر. أعطينا نبذة أخوي عبد العزيز عن الحياة في مكة شلون؟ والله الحمد لله الحياة في مكة حياة بسيطة جدا. تبدأ طبعا من صلاة الفجر، يبدو الناس يتجهوا إلى المساجد، يدوا الفريضة، بعد كذا كل إنسان يعني يتجه اللي معاه أبناءه إلى المدارس واللي راح لعمله، وبعد كذا يتفرق بعد كلهم في مجال عمله، اللي يعمل في الحرم، اللي يعمل في الدوائر الحكومية، اللي يعمل في التعليم، يتنقلوا الناس سبحان الله في كل من في موقع. بعد كذا يجوا لك حقين الحرم على أساس يستقبلوا الحجيج أو المعتمرين إذا فقت العمرة زي كذا طول السنة، تلقى أبواب الاستقبال كلها مفتوحة للزائرين والمعتمرين من أنحاء العالم، كلهم يجون في مكة هنا. هذا بالنسبة في الصباح. بعد كذا لما يضحي النهار يبدو طبعا الناس المتقاعدين، الناس الكبار اتجهوا إلى المراكز، يأخذوا مثلا الفطور حقهم، يأخذوا الشاهي، يقعدوا يجتمعوا، يتجاذبوا أطراف الحديث، سولفوا مع بعض، فين فلان، افتقدنا فلان، فلان ما جاء، فلان إيش متأخر، اتصلوا على فلان. فالناس يبدو في حركة التواصل من هذا المنطلق، من تقريبا من الساعة 9 صباحا يعني لما ينتصف النهار. ما هي أبرز الجذور الثقافية في مكة؟ والله شوف الحقيقة مكة تتأثر بالثقافات الخارجية بحكم المتوافدين على مكة من حجاج ومن معتمرين، فتلقى أهل مكة يعني عندهم زي ما تقول تلاقي للثقافات في البلد هذه، فتلقى أهل مكة يعني أقرب شيء مثلا زي البائعين، زي الناس أهل الفنادق اللي يتعاملوا مع الحجيج، تلقى كل واحد عنده يعني مبدئيات كذا لغة، يعني اللغة مثلا الفارسية، اللغة الاندونيسية، اللغة الأردية، اللغة التركية، يعني يكون عندهم أولويات اللغة على أساس يقدروا مثلا يوفروا للحاجة أو للمعتمر أي خدمة عن طريق يعني فهم لغته، فهم فين وجهته، إيش يبغى. فهذا يعني بالنسبة للجذور الثقافية فيها تلاقح وتلاقي في مكة الله يعمرها، وهي يعني خصها الله بهذا الشيء لأنها هي أفضل البقاع في الأرض، وهي قبلة المسلمين، وهي مقصد
كل سكان العالم من المسلمين. هذه مكة الله يعمرها. أبرز الألوان الثقافية في مكة، أبرز الألوان الثقافية في مكة. والله شوف، مكة الله يعمرها يعني يقوم فيها عدة مهرجانات في طول السنة طبعاً، اللي هي يعني أولها اللي هو مكة خير، مهرجان مكة خير هذا، والبرامج طبعاً الثقافية والأدبية هذه بتصير يعني في نادي مكة الأدبي الثقافي، بتصير مثلاً في المراكز في تجمعات، يعني في 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 مناقشات عن الأدب وحوار عن الأدب وعن عملية كيف الناس تجتمع وكيف تتفرق في آخر المجلس، يجتمعوا على صفا وعلى وفا وينتهوا بنفس بنفس وتيرة الكلام والحب اللي على بداية واجتمعوا. هذه هي مكة الله يعمرها وأدبها وثقافتها، يعني متعددة الثقافات مكة الله يعمرها. في هي ميزها الله عز وجل عن باقي المدن، لأنه تعرف أنه تجمع جميع البشر، وهي يعني هي أم القرى، هي مزيج بين الحاضرة وبين البادية طبعا، فيها حاضرة وفيها بادية كثير، فهنا يعني في تلاقي وفي أخوة وفي محبة. هذه هي مكة، يعني متعددة الحمد لله. أخوي عبد العزيز، مكة بين الحاضر والماضي، وصف لي مكة بين الحاضر والماضي. والله مكة تعرف يعني زمان مكة كانت صغيرة، ما كانت يعني في هذا الكبر ما شاء الله. الآن مكة يعني مساحتها تقريبا 850 كيلو متر مكة كاملة، ويعني 88% من المساحة مأهولة بالسكان. طبعا المنطقة المركزية 6 كيلو اللي هي المنطقة المركزية حوالين الحرم، فهذه ما شاء الله مكة الآن يعني تضاعفت عن زمان. مكة زمان وطبعا ما يخفى عليك الخدمات كلها الآن موجودة ولله الحمد، فمكة الآن تغيرت يعني تضاعفت حجمها ومساحتها كبرت. زمان مكة كانت صغيرة، أزقة شوارع، ممكن أقول لك السيارتين ما تدخل وتخرج بنفس الشارع، انتظر لين واحد يدخل واحد يخرج، يدق لبوري يجنب عنه يلبك كذا، وهذا يخرج وذا يدخل، والسيارات قليلة والناس قليلة، والحجيج حتى عددهم كان قليل يعني في ذاك الوقت، يمكن كان 200,000 الحجاج في زمن بعيد، فكانت حتى البيوت صغيرة، الاحتياجات بسيطة، الناس كانت تعمل يعني أعمال حرفية كلها، يعني اللي يشتغل في الحجر والطين، اللي تلقاه مثلا يشتغل نجار، اللي تلقاه يشتغل في البناء، اللي يشتغل في المزارع، الناس كانوا يعني بسيطين جدا. الآن الحمد لله الناس يعيشوا في رغدة من العيش ولله الحمد، الحمد لله. أخوي عبد العزيز، وش اللي استمر من الماضي إلى الحاضر؟ وش التقاليد اللي استمرت؟ وش العادات اللي استمرت في مكة ومن أهالي مكة من الماضي للحاضر؟ والله شوف أخوي أحمد، بالنسبة اللي استمر من الماضي للحاضر اللي هي المراكز هذه. الآن المراكز هذه هي همزة الوصل بين أهل الحي، يجتمعون منذ زمن بعيد هذه المراكز، وما زالت الآن لحد الآن هي همزة الوصل بين أهل الحي، بين الناس الكبار وبين الشباب وبين الأعيان، العمدة يجي يجتمعوا يروحوا يجوا يتفقدوا أحوال بعض، يشوفوا مثلا فلان ما جاء، فلان مثلا عنده مشكلة لا سمح الله، يعني حتى لدرجة أنه يكون إصلاح ذات البين، المركز يصلح بين الناس، حتى لو في العوائل مشاكل يتدخل الناس، يقضوا في مثلا ديون على أسرة مثلا ما حد يعلم عنهم، بشويش يتكلموا أهل المركز أهل الحي، يحاولوا يصلحوا موضوعهم، يحاولوا يسددوا عنهم المبالغ، يعني هذا دور المركز منذ زمن بعيد ما تغير لحد الآن، وهو ملتقى لأهل الحي للكبار وللشباب، وأكثر شيء مكانيس في المركز الناس الكبار لحل المشاكل. أخوي عبد العزيز، أهم صفات المكاوي، وش تميز فيه المكاوي؟ والله شوف أخوي أحمد، الرجل المكاوي أو الشاب المكاوي حتى الشايب يمتازوا بالمروءة وبالشهامة وبالشجاعة، وهم من يعرض الخدمة على 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 أي واحد يجي المكة ويزور بيت الله الحرام، تلقاهم هم شغفين، عندهم شغف لتقديم الخدمة للناس، يعرض خدمته للناس، تبغى شيء يأتي حاجة مثلا عطش يأخذه يسقيه ماء بارد، يجيبه في الظل يسأله يعرض عليه الخدمة، إذا مثلا تايه يأخذه يوديه وجهته، إيش تبغى يا حاج، حتى لو مو حاج، حتى لو رجل ثاني كبير في سنه مثلا وتايه عن بيته وشيء، فيأخذه يوديه لوجهته، هذا الرجل المكاوي يقدم الخدمة،
يعرض الخدمة، رجل شهم، رجل متسامح، رجل شجاع. فالحقيقة يعني هذا اللي يمتاز به الرجل المكاوي، غير ذلك أنه رجل يعمل، يحب يعمل. يعني أغلب شباب مكة تلقاهم يعملوا، اللي مو في وظيفة رسمية تلقاه عنده حرفة، عنده شيء يبيعه، عنده متجر، عنده بقالة. يعني أنا أفتكر والدي رحمة الله عليه كان رجل يعني عنده الدكان متجر يبيع الزل العربي ذا، ويبيع بيوت الشعر، ويبيع الشمال والمشالح. أغلب يعني أهل مكة رجال يحبوا العمل، والعمل يرتبط بالشهامة وبالشجاعة وبالذكاء وبالفلسفة التجارية. جميل. أخوي عبد العزيز، أعطينا تفاصيل أكثر عن المقامات وإيش ارتباطها بمؤذنين الحرم؟ والله شوف، المقامات طبعا لها أهلها ولها سادستها، لكن إحنا اللي نعرفه نعرف إنه المقامات، نعرف حاجات سطحية فيها. المقامات طبعا كثير، هي يقول أكثر من 300، ولكن الأساسية اللي الآن متداولة بين الناس اللي هي 7، اللي هي صنع بسحر، اللي هي الصاد هو مقام الصبا، النون النهوند، العين اللي هو العجم طبعا بسحر، اللي هو الباء البياتي، السين سيكا، الحاء حجاز، الراء الرست، اللي هي هذه هي المقامات اللي هي زي ما تقول الأساسية 7 الآن. فهي يعني هي مفتاح لمقامات كثيرة. احنا طبعا ما نفهم لكل خبز خبازه على ما يقول، بس احنا نعرف الحاجات السطحية هذه، وانها هي لها علاقة كثير بالمنشدين طبعا وبالمؤذنين طبعا، تدخل في المؤذنين، لانه المؤذنين طبعا كانوا في زمن بعيد، يقول لك كل ما وما زالوا بعضهم ما شاء الله، كل أذان بمقام معين ما شاء الله تبارك الله. يعني الناس اللي تجيد المقامات يأذن كل مقام معين، لأن درجة يعني إحنا كنا نعرف إنه بمقام المؤذن نعرف إنه هذه الركعة الأخيرة، إنه يبدأ يقصر في الصوت حقه، يبدأ يمط، يبدأ على أساس أنت تستعجل تلحق. هذا هو دور الناس يعني أهل المقامات وهذا. وفي ناس أكثر مننا يعني فهم في المقامات وفصولها، إحنا نعرف حاجة سطحية جدا بس. هذا بالنسبة للمقامات. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا جميل. أخوي عبد العزيز تفضل. في مثل يقول أهل مكة أدرب أشعابها، وش أبرز وأشهر المعالم في مكة؟ والله شوف، مكة معالمها كثير، من ضمنها الأحياء حقتها القديمة اللي هي مثلا حي شعب عامر، حي جرول، حي المعابدة، حي القرارة، حي الشامية، حي حارة الباب، حارة جياد، الحواري المسفلة، هذه الحواري القديمة. الآن دحين ما شاء الله صارت في حواري حتى جديدة، صار حتى كمان يعني في مثلا شارع منصور، في الريع داخل، في المعابد العجزية، يعني الأحياء دحين كثرت والمعالم ما شاء الله كثرت. فهذه من معالم هذا، لكن احنا يبقى عندنا المعلم الأساسي رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللي هو يعني بعث في مكة وأتى بالرسالة من مكة، وصحابته الكرام أبو بكر رضي الله عنه، سيدنا عمر بن الخطاب، سيدنا عثمان، سيدنا علي، هذول هم المعالم الرئيسية طبعا في مكة. والمعالم كمان من المباني القديمة زي غار حراء، غار ثور، هذه من المعالم القديمة، مقبرة السيدة خديجة، السيدة ميمونة، هذول زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومسجد عائشة حق التنعيم، معالم كثر في مكة الله يعمرهم. أخوي عبد العزيز يعطيك العافية على هالمعلومات القيمة وعلى الاستضافة في المركز، ومشكور على هالمعلومات القيمة اللي صراحة أفدتنا في حلقة اليوم. الله يسعدك أخي أحمد، إحنا والله في خدمتكم، في خدمة جميع القنوات الفضائية، لإيصال الصورة كاملة عن مكة مهبط الوحي، وبالتحديد في حي شعب عامر، وإحنا في خدمتكم، وحياكم الله وبياكم
وانستونا وشرفتونا. يا مرحبا. الله يعطيك العافية. حياكم الله يا احمد. يا مرحبا، حياكم الله. تم تجسيد المظهر الحضاري والتاريخي في متحف مكة المكرمة لتوعية وتثقيف المجتمع، ويضم بين جنباته حضارة وتاريخ منطقة مكة المكرمة منذ فجر التاريخ حتى حاضرنا الزاهر، ويتبع للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني. أقيم المتحف بقصر الزاهر بمكة المكرمة على مساحة تبلغ 3425 متر مربع، وقد تم الانتهاء من تشييده عام 1365 هجريا بأمر من الملك عبد العزيز آل سعود رحمه الله. وقد استخدم مدة من الزمن قصرا للضيافة، وفي عام 1378 هجريا أقيم مقر لمدرسة الزاهر المتوسطة، وفي العاشر من شهر شعبان من عام 1427 تم افتتاح القصر للزوار كمتحف لمنطقة مكة المكرمة للآثار والتراث بعد ترميمه وإعادته إلى حالته السابقة. وراح يكون معنا لهذه الفقرة ضيفنا الباحث التاريخي الأستاذ مهنا اللحياني. أخوي المهنا، أبرك من ساعة. الله يسلمك وبارك فيك ويحييكم إن شاء الله. ويعطيك العافية على هالاستضافة. سؤال الأول، ما هي أبرز التحولات التاريخية على مدى العصور في مكة المكرمة؟ يعني من أبرز التحولات التاريخية هو قدوم سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام إلى مكة اللي كانت وادي غير ذي زرع، وترك ابنه إسماعيل وزوجه هاجر في مكة. هذه من أبرز التحولات التاريخية في مكة، لأنه كانت مكة خالية من السكان تماما، يعني وادي غير ذي زرع. ثم الحدث اللي هو هزمة جبريل عليه الصلاة والسلام، جبريل عندما أخرج ماء زمزم من تحت قدم إسماعيل، هذه تسمى هزمة جبريل وخروج ماء اللي سمي بعد ذلك ماء زمزم، لأن هاجر قالت زمزم يعني اجتمع اجتمع، فسمي ماء زمزم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث: لو تركته لكان نهرا جاريا إلى يوم القيامة، لكن قالت اجتمع اجتمع خوفا من أن يذهب. هذا من أبرز التحولات التاريخية في مكة. يعني باختصار، الحدث الثاني الأبرز عام الفيل عندما جاء أبرهة لهدم الكعبة، هذا هو العام الذي ولد فيه النبي عليه الصلاة والسلام. فعندما جاء لهدم الكعبة خرجت القبائل اللي كانت موجودة في مكة، اللي كانوا موجودين حول الكعبة، خرج من قبيلة قريش عبد المطلب اللي هو جد النبي عليه الصلاة والسلام. وقد حدث يعني قبل عام الفيل حدث بارز اللي هو خروج ماء زمزم، لأنه بعد قبيلة جرهم دفنوا البئر وأخفوا معالمها، فبقي العرب ما يقارب 6 قرون يجلبون الماء من خارج مكة، من الجبال على الجمال وعلى الخيول وعلى، فيجلبون الماء لأهل مكة. وهذه من أبرز الأعمال التي كانوا يقومون بها أهل مكة: السدانة والسقاية والرفادة. فأخرج عبد المطلب ماء زمزم بعد ما رأى رؤيا في المنام، وعندما جاء أبرهة لهدم الكعبة خرج عن قريش عبد المطلب، وخرج عن قبيلة هذيل خويلد بن واثلة الهذلي، فكانوا هؤلاء ممثلين، وخرج ممثل ثالث عن قبيلة كنانة اللي منها قريش. 3 خرجوا وعرضوا على أبرهة الحبشي، وكانت الفكرة من قبيلة هذيل أن يرجع عن هدم الكعبة مقابل أن يأخذ نصف أموال تهامة من التجارة، لأنهم كانوا تجار يخرجون في رحلة الشتاء وفي رحلة الصيف. فهذا الحدث الذي ولد فيه النبي عليه الصلاة والسلام، الله سبحانه وتعالى حمى مكة عندما أرسل طيورا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل، فشتتهم وعادوا خائبين. بدأ هذا العام ولد فيه النبي عليه الصلاة والسلام. ومنذ ولادة النبي عليه الصلاة والسلام تغيرت مكة، وجاء سيل العرم وبنيت الكعبة، ولم يبنوها إلا من الأموال الحلال. ثم بعث النبي نبي في بعد أن اكتمل عمره 40 عاما، ونشر الرسالة المحمدية، وأصبحت مكة موئد أفئدة الناس. هذا من حيث يعني الأحداث، أبرز الأحداث في مكة. كيف بدأ يتشكل النسيج الاجتماعي في مكة أخوي مهنا؟
لو أردنا أن نكون منصفين بدأ منذ ظهور الإسلام ودعوة النبي عليه الصلاة والسلام، فبلال الحبشي من الحبشة، سلمان الفارسي، عمار، هؤلاء الفارسي من الفرس قدم إلى مكة وأسلم ودخل في الإسلام، فبدأ التنوع لأن الإسلام كان لا يفرق بين أسود وأبيض، عربي وأعجمي، وفي الحديث لا فضل لعربي على أعجمي ولا لأسود على ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى. فمنذ ظهور الإسلام بدأ النسيج الاجتماعي يتكون، لا سيما أنه الحجاز ومكة خاصة فيها الكعبة المشرفة اللي هي تحاذي البيت المعمور في السماء السابعة، وأصبح مكة لها حرمة وقدسية، فالصلاة فيها بمئة ألف صلاة، وانتشر الإسلام وعاد إليها، انتشر منها خرج إلى المدينة ثم عاد إليها، وهو الذي قال عليه الصلاة والسلام: والله إنك لأحب الديار إلي ولولا أن قومي أخرجوني منك ما خرجت، فعاد إليها. ومنذ ذلك الوقت بدأ النسيج الاجتماعي وبدأ الناس يدخلون في الإسلام ويفدون من كل مكان. أخوي مهنا، رأيك كباحث وكمؤرخ، ما هي أبرز الملامح الإيجابية في هذا التنوع؟ في كل تنوع ثقافي أو اندماج، والنسيج اللي وجد في مكة يعني، لأنه نسيج متنوع سنذكر إن شاء الله يعني لاحقا متى بدأ التنوع هذا يعني ينتشر ويكون واسع. فمن ضمن هذا الإيجابيات اللي هو تبادل الخبرات، يعني سلمان الفارسي هو صاحب فكرة الخندق في المدينة في غزوة الأحزاب اللي ذكرت في القرآن، قال: يا رسول الله كنا في ديارنا إذا حوصرنا تخندقنا، يعني حفرنا خندق، فكانت فكرة يعني فيها تبادل، فأخذوا هذا. كانوا كذلك يأتون حرفيين عندهم مارة في الحرف، صناع، هنا تبادل الخبرات، فكانت تنقصهم بعض الخبرات فكانوا يأخذونها من هذا النسيج المتنوع يعني. غير الإبداع في الأعمال والمساهمة في البناء، هذه كلها أمور إيجابية. فقبائل الحجاز عندها تراث يختص بها، موروث، عادات، لباس، حتى اللباس المكي كان مميز يعني قبل الإسلام وما بعد الإسلام إلى دخول الملك عبد العزيز إلى مكة، كان لهم لباس خاص بهم وعادات وتقاليد تخص يعني أهل مكة. طيب أخوي مهنا، ما هي أبرز الانعكاسات الثقافية على مكة المكرمة؟ ما يخفى عليك يا أخ أحمد أنه كل دولة لها هوية ولها تراث ولها عادات ولها تقاليد. عندما قدم الكثير من الوافدين إلى مكة ليكون لهم شرف الإقامة فيها، وهي بلد مفتوحة للجميع، حتى منى ورد فيها حديث مناخ من سبق، يعني ليست ملكا لأحد، ولكن القدوم إلى مكة والبقاء فيها، إذا كان الصلاة فيها مئة ألف صلاة وكانوا يأتون إليها لطلب العلم والحج والعمرة، الحج كان قبل الإسلام، لذلك مكة تشرفت بخدمة الحجيج منذ العهد الجاهلي، وقريش كانوا يتسابقون ويتنافسون في سقاية الحاج والرفادة. يعني أذكر عمرو ابن عبد مناف اللي هو جد النبي الخامس اللي هو سمي بعد ذلك هاشم. لماذا سمي هاشم؟ لأنه كان يهشم الثريد للوافدين إلى مكة والمقيمين في مكة وضيوف الرحمن، يهشم لهم الثريد، يعني أتى بالخبز من الشام ووضعه مع اللحم، إذا وضع اللحم مع الخبز سمي ثريد، والقديد هو اللحم الناشف. هذه مأكولات أهل مكة في العهد الجاهلي، يعني الثريد والقديد، فكان يصنع الثريد، حتى قالوا: عمرو الذي هشم الثريد لقومه، قوم بمكة عجافي، يعني كان يصنع لهم الثريد ويطعم الحجاج في مكة. فكانت مكة حتى قبل دخول الملك عبد العزيز وجد الحرم المكي الشريف كأنه دار رعاية، يعني كان فيه كبار السن وكان فيه المنقطعين وكان فيه الوافدين وبقايا الحجاج واللي كانوا مقيمين في الحرم، حتى إنه الحرم ما كان بذيك النظافة والرعاية.
فقام الملك عبد العزيز رحمة الله عليه بإنشاء دار رعاية، وأخذ كبار السن اللي ما كانوا يعني يستطيعون نظافة أنفسهم والاعتناء بأنفسهم، ما لهم أحد، منقطعين أو كبير سن أو إنسان لم ينجب وبقي في الحرم على صدقات الناس وإحسان الناس والسقاية، فأخذهم وأوجد لهم دار رعاية ووسع الحرم الشريف وقام بنظافة والاعتناء به. وعندما دخل الملك عبد العزيز يعني علم أنه هؤلاء أصبحوا من سكان مكة، فأعطى وهب لهم الجنسيات السعودية وأعطى لهم، وكانت هذه هبة عظيمة منهم، وتقبل كثير منهم هذه الهبة وشاركوا في حق المواطن وأصبحوا مواطنين الآن يساهمون في خدمة البلد وحمايتها. أخوي مهنا، ما هي الأجناس والأعراق التي تشكل النسيج الحجازي في مكة المكرمة؟ النسيج بدأ والاندماج بدأ منذ عهد ظهور الإسلام، لكن في 200 أو 300 سنة الأخيرة، 3 قرون الأخيرة، يعني وفد إلى مكة أجناس كثيرة جدا، يعني من الهند ومن باكستان ومن أندونيسيا ومن أفريقيا عدد كبير جدا، يعني هذه يمكن أبرز، حتى من الشام وفد، من العراق، من سوريا، من لبنان، لكن العراق التي وفدت بكثرة من شرق جنوب آسيا اللي هي من باكستان، أندونيسيا، بعض الهند، وبقي عدد منهم يعني كبير. كذلك لا ننسى من جهة اليمن، إما من الحضارم اللي هي حضرموت وهو عدد كبير جدا أيام الحكم الشيوعي في اليمن، يعني هاجروا بدينهم وبأموالهم وجاءوا إلى مكة وبقوا فيها يعني، وكونوا نسيج قوي جدا، وهم الآن تجار ومسؤولين وكبار ويساهمون في خدمة الدولة، يعني هذا يعني أبرز النسيج اللي وفد إلى مكة. طيب أخوي مهنا، التحول التاريخي اللي حدث لمكة بعد دخول الملك عبد العزيز طيب الله ثراه، يعني لو حبينا نرجع لسؤالك الأول أخ أحمد، اللي هو أبرز الأحداث التاريخية اللي حصلت صراحة دخول الملك عبد العزيز إلى مكة، وإن كان الملك عبد العزيز دخل مكة لإنقاذ الحجاز صراحة من بعض المظاهر السلبية ورفع الظلم عن الحجاز، فالملك عبد العزيز دخل الحجاز عنوة، يعني لم يدخلها، وفرض الحكم وعفى عن الناس في أول يوم لدخوله مكة عام 1342، عفى عن الناس وأعلن العفو وحاول استقطاب القبائل، وفعلا بايعوا، حتى السنة اللي دخل فيها الملك عبد العزيز بعد معركة تربة، لأن معركة تربة قبل وصول الملك عبد العزيز حصل فيها قتل ما لم يرضاه الملك عبد العزيز رحمه الله، يعني قتل عدد كبير جدا قبل مجيئه، ولذلك دخل مكة قبل دخول من كان معه من الأخوان، فدخل مكة وأعلن العفو عن الناس وأعطى ما في للناس ما في أيديها، حاصر جدا لمدة سنة حتى نزلوا على حكمه وبايعوه الناس، وسميت تلك السنة عام الهجيج، ما أقول لك كانوا يورخون السنوات بالأعوام، عام الهجيج اللي هو لأنه هج ناس كثير وهربوا إلى الأردن، إلى بقايا حكم الشريف في الأردن وفي العراق وفي سوريا، لأنه كلها كانت تابعة للحجاز، سوريا والأردن وجزء من لبنان والعراق كلها كانت تابعة لمملكة الحسين بن علي الشريف سابقا. فدخل الملك عبد العزيز وحصلت تحولات كبيرة جدا بعد دخوله، بايع جميع الناس له حتى القبائل الذين بايعوه، وأعطى لهم بعض الوثائق والأوراق وجعل ما بأيديهم لهم، يعني على سبيل المثال عندنا وثيقة لقبيلة هذيل عام 1352 بخط الملك عبد العزيز، أعطاها تلك الديار والأماكن واستثنى منها باطن الأرض اللي هو الذهب والفضة قبل خروج يعني البترول، يعني البترول ما بدأ التنقيب عنه إلا عام 1352 ولا اكتشفوه إلا عام 1357،
فأعطى للناس هذه الوثائق والأوراق واستثنى منها السبيل والبيوت اللي والطرق العمومية والآبار السبيل وباطن الأرض، وحصل تحول كبير إنه القبائل بايعوه مبايعة صادقة. وفي هذا أسوة له برسول الله صلى الله عليه وسلم عندما دخل إلى مكة وعفى عن الناس، قال: ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: خيرا أخو كريم وابن أخ كريم، فعفى عنهم وخرجوا معه في معركة حنين بعد فتح مكة. بعد مبايعة الملك عبد العزيز بايعوا الناس عن قناعة وحبوه، خرجوا معه في غزوة اللي هي غزوة اليمن أو حرب اليمن مع الملك فيصل والملك سعود، خرجوا مع القبائل وساهموا كل بحسب قدرته واستطاعته. حصل تحول من ناحية مكة، قام بتوسعة الحرم الشريف، قام بالاعتناء، ذكرت الآن اللي كانوا مقيمين في الحرم ينامون ويجلسون ويأكلون ويشربون داخل الحرم وكأنهم مساكنهم، أخذهم واعتنى بهم وفتح لهم دور، أكرم العلماء والقضاء، وفي نفس الوقت منع الظواهر السلبية في مكة اللي هي الشركيات، التصوف، بعض الخرافات. هذه من أبرز الأحداث التي قضى عليها، لأنه جاء الملك عبد العزيز بالتوحيد النقي السليم، عبادة الله وحده ونبذ الشرك والخرافات والتصوف. حتى يعني مكة قبل دخول الملك في تنوع ثقافي من ناحية الدين، فكان في، قلت لك، بعض المظاهر التي جاءت مع بعض الوافدين كانت تعتبر من السلبيات ولم تكن موجودة في العصر الذهبي اللي هو عصر القرون الثلاث، عهد النبي والصحابة والتابعين وتابع التابعين يعني السلف، أحدثوها يعني مبتدعة، فقضى على هذه البدع والمحدثات وأكرم العلماء ولم يميز جنس عن جنس، أكرم الجميع وأعطى الجنسيات. حتى يذكر أحد جداني يقول: كانت الجنسية بخمسة قروش، يعني تعطى التابعية تدفع خمسة قروش يكتب اسمك وتعطى. يعني هذه هبة من الملك عبد العزيز لمن أقام في هذا المكان، البقعة المطهرة يعني المكان الطاهر، فأعطاهم هذه المميزات. يعني والتحولات كثيرة، يعني لو أردنا أن نستطرد كثيرة جدا، يعني في التعليم، في جانب القضاء، في جانب الأحكام، قضى على الأحكام العرفية اللي كانت موجودة عند القبائل اللي هي الحكم بغير ما أنزل الله، وجعل الحكم بالكتاب والسنة. حتى القبائل كانت عندها بعض المظاهر لكن كان عندها المذهب العرفي القبلي، ففي بعض الأحكام اللي هي تخالف الكتاب والسنة قضى عليها وحكم الكتاب والسنة، لكنه أكرم شيوخ القبائل حتى يستقطبهم ويأتلف قلوبهم ويساهموا في بناء الدولة، خرج منهم علماء. التنوع أفاد الملك عبد العزيز في وزرائه اللي كانوا يكتبون ويقرؤون وكانوا مهندسين وسياسيين من جميع الأجناس، يعني ساهموا في بناء الدولة. طيب، يعطيك العافية أخوي مهنا، وشاكرين لك أهل الاستضافة الجميلة في مكتبة مكة، الله يعطيك العافية. نعم، وأنا بدوري والله أشكر الجميع، الأخ الإعلامي أحمد والمذيعين والمصورين والمخرجين، ونقول حياكم الله في مكة وشكر الله مسعاكم، وإن شاء الله نتقابل يعني في حلقات أخرى أفضل من أن. شكرا لك، يعطيك العافية. الله عافيك وسلمك حبيبي. يعتبر سوق العتيبية من أقدم الأسواق التاريخية في مدينة مكة. السوق اليوم أشبه ما يكون يحتضر، ونبغى نتجول فيه وإحنا نتحدث مع أصحاب المحلات ونحاول استعادة الذكريات. موجودين الآن بسوق العتيبية، وهو يعتبر من أشهر الأسواق في مكة المكرمة. خليكم معانا وتعالوا ناخذ جولة عن سوق العتيبية أكثر. السلام عليكم. الله يحفظكم. كيف الحال؟ الله يعطيكم العافية. تخصم لكم شهر؟ تنوع السوق والمنتجات لفتني كثير، خصوصا لما وقفت على محلات الأقمشة واللي كانت تتميز بنوع الطراز ونوع القماش والموديلات المختلفة من كل أنحاء العالم. وأيضا في حواري مع البائعين كانوا يتحدثون بأكثر من لغة بسبب كثرة الوفود عليهم من حجاج والمعتمرين، وأيضا تحدثوا عن قوة السوق قديما، وفن في كثير من المنتجات معروضة في سوق العتيبية لا توجد
في الأسواق الأخرى في مكة. جميل، كيف كانت الأسواق قديما والآن في مكة؟ والله الحين في تطور صراحة، في كثير تطور، لأنه بالنسبة للإكسسوارات زي كذا ما كان موجود أساسا، يعني كانت بشكل يعني ما حنقول معدوم ولكن بسيط. حضارة وتاريخ مكة رغم التحولات التاريخية عبر العصور، إلا أن أبنائها حافظوا على تراثها وتاريخها وتوارثوا عادات وتقاليد أجدادهم رغم مرور مئات السنين. تراثهم هو فخر عوائلهم واللي حافظوا عليه بمهنهم ومأكلهم ومشربهم ولباسهم أيضا. وفي جولتنا في متحف مكة شاهدنا انعكاسات التنوع الثقافي اللي شكل النسيج الحجازي اليوم، ولكن رغم تطور الحداثة استطاع أبناء هذه المنطقة المحافظة على أسواقها وبيوتها القديمة التي يستمدون جذورهم الحجازية منها. وعند تجولنا أيضا في أسواق العتيبية وتحدثي مع أصحاب المحلات لمست سمات المكاوي العظيم كالكرم وحسن الاستقبال والضيافة. حتى في جولتي اليوم ولقائي مع أحد أعيان أهالي مكة كان حديثنا حول الحالة الاجتماعية في مكة قديما والآن، وكيف كان تعاونهم مع الزوار والوفود، وكيف كان تقبلهم للآخر والتعايش معه مع حفاظ على التقاليد وعلى الأصول. جواب السؤال اللي طرحناه في بداية الحلقة عن تناغم الحضارات في مكة كان في حفاظ المكي على تقاليده وانفتاحه على العالم الآخر وتعايشه مع الحضارات محتفظاً بأصوله. هذه هويتنا، سلاحنا ثقافتنا، ورسالتنا حضارتنا.